بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائي الطلبة ورحمة الله وبركاته في درس جديد من دروسنا في مادة الميديكال باراسايتولوجي. انتهينا في المحاضرة السابقة من مجموعة من الطفيليات اللي هي التريماتود، وأخذنا بها مجموعة من الطفيليات ويعني درسنا كل المعلومات الخاصة بها، ونبدأ اليوم بهذه المحاضرة في مجموعة جديدة اللي هي السيستود أو البلاتيهلمينثس. يعني تريماتود والسيستود كلها تندرج تحت الهيلمنثس اللي هي يعني برانش من الميديكال باراسايتولوجي، بالإضافة إلى البروتوزو. هذا مجموعة جديدة اليوم، هي مجموعة الديدان الشريطية، وتلاحظون بالصورة أمامكم في هذه الهول وورم. الديدان الشريطية مثل ما تعرفون شيء معروف انه مكون من حلقات جسميه تسمى البروغلوتيدز، هاي هنا موجوده، وهذا هنا النقطه البيضه هنا، هذا سكولكس مكبر عندنا بالصوره الثانيه، هذا الراس راس الدوده، وتبدي الحلقات الجسميه البروغلوتيدز الى ان يعني ينتهي الجسم، تبدا بالنضج ويصير بالاخير هاي الجرافيد بروغلوتيد تقريبا نص او يعني الثلث الاخير، الجرافيد بروغلوتيد اللي هي الفولي اوف ايجز، مملوءة بالبيوض وجاهزة للخروج من يعني الهيومن بودي للاكسترنال انفايرونمنت، وتكون لنا او تكمل لنا اللايف سايكل مال الباراسايت. نبدي هنا بالانترودكشن على المجموعة السيستود. طبعا عندنا نرجع هنا، السيستود طبعا يبدي بهذا الطفيلي تينا ساجيناتي، واكو طفيلي قريب عليه جدا اللي هو تينا سوليوم. ارتئينا انه نجمعهم في محاضرة واحدة ونعطيكم السيميلارتيز والديفرنسز بين تو ذيز كلوز ريليتد سبيشيز اوف سيستودز. فيعني نبدي بالتيناساجيناتا، ويعني لاحقا المحاضرة ايضا بنفس المحاضرة التينيا سوليوم. انترودكشن فيما يخص التيناساجيناتا ذا بيف تيب وورم، اذا اسمها الانجليزي بيف تيب وورم. تينا ساجيناتا was widely known in ancient Egypt and Greece and was prevalent in Europe. هذا التوزيع الجغرافي مالتها، geographical distribution مالتها. من اسمها البيف تيب وورم، اذا هي يعني ممكن تنتقلنا بالبيف اللي هو يعني لحم الابقار الكتل. فعرفنا اذا يعني من خلال هذا السطرين عرفنا انه بيها الكتل اللي هي تسلك لنا serves as intermediate host. إذن بها تو هوست اللي هيومن والكتل، والفاينل هوست هو الهيومن والكتل هو انترميديت هوست، وتنتقلنا عن طريق البيف. بيف تيب وورم انفكشن از كوزموبوليتان امونج بيف ايتينج بيبل، هذا اللي حكيناه واللي هو موجود في يعني اقطار ومدن كثيره. المورفولوجي والبيولوجي واللايف سايكل مالتها، ذا ادلت وورم ديفلوبس تيبيكالي ان ذا ميدل ثيرد اوف ذا سمول انتستين attached to the mucosa. هذا اللوكيشن مالتها بالهيومن اللي هو الفاينل هوست. The average length of the relaxed worm is approximately 5 meters. هذا الطول مالها بكل البروغلوتيدز مالتها، بكل القطاع الجسمية مالتها. منين جاينا الخمس امتار؟ جاي من 1000 to 2000 بروغلوتيدز، قطع جسمية 1000 الى 2000، which form one third to one half are gravid. كنا الجرافيد شنو هو؟ fully with eggs. Cystoid eggs usually one single specimen occur in an infection, but there may be two or more. عادة بالإصابة الهيومن واحد، بالإصابة الوحدة موجودة يعني باراسايت واحد، ورم واحد، هيلمنث واحد، يعني شيء يعجبكم تحجون. Usually only هاي قلناها عادة واحدة، بس ممكن أكثر من واحدة. The fully developed worm is هاي شوي عن يعني الشكل مالتها، و السكولكس مالتها اللي هو هذا قلنا الرأس مالتها، بها اختلاف التينيا ساجيناتا عن التينيا سوليوم. اكو هوكس او هوكليتس موجوده بالتينيا سوليوم وما موجوده هنا عندنا بالتينيا ساجيناتا. فيما يخص اللايف سايكل، ذا تيرمينال بروغلوتيدز بيكم سيبريتد فروم ذا ستروبيلا. ستروبيلا هنا يقصد بها مجموعه القطاع الجسميه، هاي البروغلوتيدز مجموعه يسموها ستروبيلا، and actively migrate out of the bowel or are evacuated in the stool. يقصد هنا على القطع الجسمية، القطع هاي terminal prognosis، القطع النهائية تنفصل وتخرج لنا ويا الستول. أثناء خروجها راح يصير بها disintegrate وتخرج لنا يعني some of eggs
freed or liberated with the and mixed with the stool. يعني تخرج وتختلط لنا ويا الاستول. بس عموما العدد الكامل الفولي يعني الماجوريتي اوف ايجز تطلع لنا داخل البروكلوتيد. فيما يخص الايجز قياساتها هي 31 to 45 مايكرونز ان دايمتر. The evacuated graft segments extrude the eggs, disintegrate on moist earth or sewage, freeing the eggs which are ready for development. هذا حكينا عنه، يخرج لنا البروكليتيد كاملة الخارج وتنفتح وتخرج لنا الايجز وتستعد للانتقال للانترميديت هوست اللي هو شنو قلنا؟ قلنا الكاتل. هنا الكاتل عندنا الانترميديت هوست. Cattle grazing on infested ground pick up the eggs، تاخذ لنا هاي الايجز which hatch in the duodenum. duodenum مال من؟ مال الكتل اللي هي intermediate host. The emerging embryos reach skeletal muscles or heart. هنا يقصد بال skeletal muscles والheart مال الكتل. ايش راح يصير بي intermediate العفو larval stage مال الباراسايت؟ يكون بال skeletal muscle او الheart. اذا عندنا تو هوست اللي قلنا الهيومن، وعندنا intermediate host اللي هو الكتلز، وعندنا تروح لنا الايكس وتوصل وتتحول للاربل ستيج الباراسايت اللي هو هذا اسمه سيستيركاس بوفس، وهذا السيستيركاس بوفس يكون موجود بالسكيلتال مسل والهارت مالت الكتل. Where they transform in 60 to 70 days into the typical سيستيركاس ستيج. سيستيركاس ستيج هذا typical larval stage of تينيا، مجموعة التينيا larval stage مالتها يسمونه سيستيركاس. إذا أريد نخصص بالذات التينيا ساجيناتا بالضبط هذا السبيشيز يسموها سيستيركاس بوبس. فيما يخص التينيا سوليوم سيستيركاس بس غير سبيشيز. واضح إن شاء الله طلبتنا؟ ذكرون عندنا مجموعة التريماتود، عندنا هاي اللارفال ستيج هاي كلها انسوها اللي هي ذكرونها. أسترجعها وياكم ميراسيديوم وسبوروسيست والريديا والسركاريا والميتاسركاريا انتهت مع انتهاء التريماتود. عندنا هسه يعني لاربل ستيج جديده تخص لنا السيستود، واول مجموعه بالسيستود هي مجموعه تينيا بها تو سبيشيز ميديكال امبورتنت سبيشيز، تينيا ساجيناتا تينيا سوليوم، واللاربل ستيج مالها يسموها سيستيركاس. سيستيركاس بوفس يخص التينيا ساجيناتا. Thereafter for a period of more than a year persons who eat the raw infected beef are subject to infection. يعني ورا هاي الفتره يكون يعني هذا البيف ready to infect the human. In 3 to 6 months after human exposure the complete worm ورا ما يتناول يعني هاي الانفكتد بيف 3 أشهر إلى 6 أشهر تكون الادلت worm جاهزة لنقل الاصابة من جديد. الباثوجينيسيس infection with tina saginata is ordinary symptomless and except for the discomfort, inconvenience and or embarrassment. هذا المين يجي هذا الثلاثة discomfort and inconvenience and embarrassment نيجنن من resulting graft broglotis crowding out of the anus. وجودهن أو خروجهن يعني عن طريق الأنس يسوون هاي المشاكل اللي هي تعتبر light symptoms. However, towards the end of prepatent period there are sometimes diarrhea and abdominal cramps and moderate loss of weight. هاي أيضا ممكن reported symptoms. Appendicitis ممكن يصير عندنا. ليش تجينا due to the lodging of graft؟ إذن كله محور حوله graft proglottids. Due to the lodging of graft proglottids in the appendiceal lumen has been reported. إذا كانت هاي graft proglottids موجودة بالappendiceal lumen خصوصا بالheavy infection، إذا كانت الإصابات عالية وأعداد الباراسايت عالية وتخرج لنا هاي graft proglottids بصورة كبيرة راح يصير لنا appendicitis. Rarely, a mass of tangled worms may cause acute intestinal obstruction. يعني هاي ممكن سداد المعاء يكون من tangled worm. Tangled worm أما يعني خاصة قلنا أيضا بالإصابة اللي هي more than one parasite bear infection. أكثر من إصابة أكثر من باراسايت واحد للإصابة الوحدة راح يصير بها tangled هاي وممكن يسوينا ممكن يعني rarely registered or rarely documented انه يصير intestinal obstruction. الدياجنوسيس يعني مثل ما الباراسايت يعني بسيميلارتي عاليه ايضا الايكس بها سيميلارتي عاليه or maybe identical in morphology متطابقه. اذا
indistinguishable، يعني غير قابل للتمييز between the eggs of these two parasites. So eggs of Taenia saginata are often found in the feces. They are indistinguishable from those of Taenia solium. إذا ما الطريقة إذا يعني هاي يعني highly similar، يعني متشابه إلى درجة كبيرة. أكبر طريقة يتبعونها باللاب إنه يأخذون هاي الجرافت بروجلوتيد ويضغطونها بين سلايدين ويحسبون هاي أكو main lateral arms of the uterus. موجود هذا وين؟ موجود بال الماتشور أو الجرافت بروجلوتيد. وهذا اللي يحسبون الأعداد، هاي موجودة تقريبا بالتينيا ساجينات أكثر 18 تقريبا 15 to 20 usually 18 on each side of the main uterine stem، وبالتينيا سوليوم أقل تتوصل للنص تقريبا. يعني هذا الطريقة تقريبا، ونعيد ونكرر يعني نحن نعطيكم يعني الروتينلي دايجنوست تكنيكس. هاي يعني شيء بسيط مبسط، اكو طبعا ادفانسد دائما اعيدها هاي دائما وركز عليها. اكو ادفانسد تكنيكس موجوده الاميونولوجيكال موجوده الموليكولار تكنيكس، نعطيكم الشيء البسيط والروتيني. ابيديميولوجيكال اكواير ذا لارفال ستيج اوف تينيا ساجيناتي، هاي يعني شفناها وعرفناها باللايف سايكل وانترودكشن. ناتج عن الاصابه باي جريزنج اون مويست باستشر لاند بوليوتد باي فيسيس، هاي يعني المراعي الملوثه بالهيومن فيسز اللي هو طبعا انفكتد هيومن، راح تكون موجوده يعني الايجز وممكن تنتقل للانترميديت هوست اللي هو الكتل. اندر سوتابل كونديشنز اوف مويستشر اند تمبريتشر ذا ايجز مي ريمين فايبل فور 6 مانس، تبقى يعني 6 اشهر قابله يعني فعاله وقابله للاصابه. In most endemic it's due to conception of undercooked steak، يعني هاي ممكن طرق يعني بالرو او يعني في حالة الستيك او البرجرز يكون undercooked ممكن تنقل لنا الاصابة. الكنترول basically control of tinnitus، هاي طبعا tinnitus يقصد ب both of systoles tinnitus saginata and tinnitus solium. Control of tinnitus consists of sanitary disposal of human feces، الطريقة الصحية لي يعني التخلص من الفضلات لهذا أو ما يؤدي so that eggs of Taenia saginata and excreta or community sewage do not reach pasture where cattle graze، ما راح توصلنا هاي الإيجز للكاتل والسايكلز هاي مالت اللايف سايكل مال الباراسايت راح يصير بها كات راح تنقطع وما راح يعني تتكاثر الباراسايت. Beef which has been kept 24 hours or longer in a deep freezer sterilized، يعني ممكن تعقيمها يعني هاي اللحوم بحفظها 24 ساعة يعني بالديب فريزر، وأيضا يعني رفع درجة الحرارة إلى 65 أيضا تؤدي إلى نفس الغرض وهي تعقيم اللحوم. ننتقل للباراسايت الآخر اللي هو كلوز ريليتد باراسايت للتينيا ساجيناتي هو التينيا سوليوم، ويعني المورفولوجي تقريبا يعني قريب الشبه وديفرنسز قليل. هذا الشكل مالته ايضا هاي السكولكس هنا سكولكس وهنا يعني هاي الماتشور بروجلوتيد قطع الماتشور بروجلوتيد، وايضا هنا اشوف هاي الهوكس يعني موجوده بالسكولكس هاي ما موجوده كانت بالتينيا ساجيناتا وهنا موجوده. انترودكشن علي ذا لارفال ستيج اوف ذا بورك تيب ورم، اذا بورك تيب ورم اذا يعني الناقل اليه هو البورك هو لحم الخنزير. وهذا بين قوسين سيستس الكاسيلوزي هذا الارفال ستيج، هناك ذكرون بالتينيا ساجيناتا سيستس الكاس بوبس هنا سيستس الكاسيلوزي هذا يعني مسجل. وبورك تيب ورم انفكشن از كوزموبوليتان وير ايفر رو اور، هنا هذا يعني خاص بال يعني اكثر شيء بالبلدان الغير اسلاميه اللي تتناول هذا النوع من اللحوم، بالبلدان الاسلاميه يعني تكاد تكون اصابات معدومه. In most respects, Taenia solium resembles Taenia saginata, but the former is shorter. Former يقصد به هنا Taenia solium shorter أقصر usually having a length of less 3 meters أقل من 3 أمتار في حين هناك كانت 5 أمتار. ليش هنا أقصر؟ لسببين due to the smaller number of broglotis عدد قليل من البروجلوتيز عدد قطع جسمية أقل من هناك اللي هو fewer than 1000 هناك 1000 to 2000
وبعد السبب الثاني ذا شورتر جرافيتي بروجنوزيس، ايضا حجم القطعه صغير. هذا له تبعات، يعني الحجم مالت الباراسايت له تبعات هسه ناخذها بالباثوجينيسيس مالتها. There is a double eye يعني فد شيء خاص بالسكولكس بالهوكليتس ما موجودة هناك. Eggs are eggs of tina sodium يعني نفس الحكي اللي حكينا قلنا الايجز ما ممكن تمييزها عن الايجز مال تينيا ساجيناته. Gravity proglotid باس in the stool نفس العملية تروح لنا تخرج لنا هذا فد شيء متشابه جدا ويا التينيا ساجين تخرج لنا لخارج الهيومن بودي ونفتح هاي الجرافيتي بروجلوتيد وتخرج لنا البيوض الى الخارج وتروح لنا للانترميديت هوست. هنا الفرق ان الانترميديت هوست هو الهوجز او السواين او البيكس اللي هو الخنزير. هير يعني بيقصد هنا بهذا البيكس او الهوجز هير they transform into 3 to 3 months into cysticercus larva اللي هي قلنا cysticercus سيليوزا هذا خاص لافل ستيج مالت التينيا سوليوم. هنا من يجينا الهيومن when human eat pork containing viable cysticercae the larvae are digested out of the meat the heads وتروحنا وين هاي larval stage تروحنا للproximal portion of the ileum and approximately 3 months each develops into complete worm. هم 3 اشهر راح تكمل لنا يعني ذا وصير لنا الادلت worm وتكون جاهزة ل يعني انتاج او تحرير الجرافيتي بروجلوتيد. The adult of tinosolium in the human small intestine produces the same pathological processes and clinical manifestations are tinosaginata. هذا فيما يخص الباثوجينيسيس نفس يعني نفس الباثوجينيسيس سيبتومز مالت التينساجيناتا. However, because of its shorter length, there is less likelihood that intestinal obstruction will develop. أقل احتمالية، هو أصلا هي بالتينساجيناتا قليلة الاحتمالية وهنا بعد أقل لحجمها الأصغر من التينساجيناتا. الدايجنوسيس نفس العملية حكيناها بدايجنوسيس مال التينساجيناتا بس هنا يعني هاي اليوتراين برانش هنا 7 إلى 13 أو يعني يجوي 9 اللي هي تقريبا نص ما موجود بالتينساجيناتا. أنا جاي استعجل شوية حتى لا يصير الملف كبير وصعب بإرسال والاستقبال. التريتمنت أوف تينياسيس هنا يقصد تينياسيس يعني النوعين ساجيناتا والسوليوم. Treatment of tinnitus may include administration of praziquantel. إيش قد الدوز اللي هو 5 to 10 milligram per kg single administration مرة واحدة. والalternative drug of choice اللي هو نيكلوساميد 2 gram single administration أيضا. وبعدين followed by 2 hours ثم بعده اللاكزيتيف اللي هو يساعدنا على خروج الباراسايت خارج الهيومن بودي. الابيديميولوجي هنا مثل ما الباراسايت ينتقل هناك لل يعني للكاتل هنا نفس العملية لل البيكس أو الهوكس أو السواين. فأيضا يعني الآلية نفس تقريبا نفس الآلية. الكنترول أيضا نفس الميجرز بريفنتيف ميجرز أيضا نفس يعني نفس ما موجود بالتينساجينات اللي هي تشمل disposal of human feces يعني should not be deposited in the locations where hogs have excess يعني المناطق بيها خاصة بالإنديميك أريا المناطق بيها الهوجز بيها السواين مثل ما قلنا الخنزير هاي الحيوانات يعني المفروض disposal feces human feces يكون بالطريقة الصحيحة والصحية ويكون بعيدا عن وجود هذه الحيوانات خشية انتقال يعني واكتمال اللايف سايكل. هاي هنا عندنا اللايف سايكل يعني الحكي هنا هو موجود تقريبا هنا هذا رقم واحد عندنا الجرافيت بروكليوتيدز للتيناساجينات والتيناسيولوم لاحظوا الفرق بالحجم وهنا الاكس وتروح لنا لللايف يعني اللايف سايكل هنا تنتقل للانترميديت هوست هنا التيناساجينات الكتل والتيناسيولوم هاي البيكس وتروح لنا يصير اللارفال ستيج مالتها بالسكيلتال ماسل او الهارت مايكارديوم وتستعد ل يعني وصولها للهيومن بالطريقه اللي شرحناها ومن توصل للهيومن راح تكون هاي الادلت ستيج رقم 6 وهنا معطينا فد يعني صور لل تو سكولكس او الهيتس لل الباراسايت تو باراسايت. كل ما يتعلق بالتينيه
يعني شرحناه بطريقة بسيطة وسهلة، وأتمنى لكم التوفيق، وشكرا جزيلا أحباء الطلبة، ومستعد لأسئلة والاستفسارات، وأتمنى لكم التوفيق مرة أخرى.